محمد يعني الطفل عمره سنتين ونص. طبعا في البداية يعني عاش حوالي 30 يوم في المستشفى في مرحلة الخداج، ولكن بعد ما وعي على الدنيا وبدأ يمشي ويتفاعل أخذ قلوبنا كافة. يعني محمد طفل اجتماعي من الدرجة الأولى، شخصية قوية، شخصية حبابة، بيقبل على الجميع، يعني دخل قلوبنا بشكل كبير ودخلها للأسف بطريقة يعني سيئة، راح يعني كسرت قلوبنا للأسف. لوالده يعني بيحتسب أجره عند الله الحمد لله، يعني هو صابر، لكن بكل الأحوال تبقى مصيبته يعني قوية في ابنه، يعني بيحتسب أجره عند الله الحمد لله. نتعامل إحنا واقعين تحت احتلال مجرم، يعني عصابات إجرامية بتنفذ إعدامات يومية تحت ذرائع باهية ما إلها أي أصل. بتم قتل الأشخاص المدنيين في بيوتهم في سياراتهم تحت ذرائع زي ما حكيت باهية ما إلها أساس، وهذا زي ما يقال ما بني على باطل فهو باطل. كل ما يجري تحت هذا الاحتلال فهو بالأصل سبب هو الاحتلال القائم على أراضينا من أكثر من 70 عام، بنفذ جرائم وماخذ كافة القوانين والأعراف الدولية بالحائط، ما يعني لا يعترف وفوق القانون، وبالتالي نفذ إجرامات لأنه عارف أنه لن يحاسب لن يعاقب على كافة هاي الجرائم. تعال جيب الحاج.